إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا يزال الحديث متواصلاً على علامة من العلامات الكبرى للساعة، ألا وهو خروج المسيح الدجال. وقد انتهى بنا الحديث عند الكلام على اجتماع المسلمين لصلاة الصبح، فينزل فيهم المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ويصلي مأموماً من وراء إمام المسلمين يومئذ، وإمام المسلمين يومئذ رجل صالح. ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام يعتبر أيضاً علامة من العلامات الكبرى للساعة، وقد ذكر صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه أن نزوله عليه الصلاة والسلام، أي نزول المسيح عيسى بن مريم، يكون شرقي دمشق عند المنارة البيضاء، واضعاً كفيه على جناحي الملك، فإذا طأطأ رأسه كأنه يفطر ماء، وإذا رفع تناثر على وجهه كاللؤلؤ، حتى إذا نزل عليه السلام وصلى مأموماً من وراء إمام المسلمين، فإذا صلوا وانصرفوا يقول عيسى عليه السلام: افتحوا الباب، فيفتح ووراءه الدجال، ومع الدجال 70,000 من اليهود كلهم ذو سيف محل وساج. وهذا فيه الإشارة إلى أن أتباع الدجال أكثرهم من اليهود. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيارشة، يتبع الدجال من يهود أصفهان 70,000 عليهم الطيالسة، والطيالسة جمع طيلسان، وهو لباس يلبس على الرأس ويسدل أن يرخى على بقية البدن. وأما أصفهان أو أصبهان فهي مدينة من إيران تقع وسطها، تبعد عن طهران نحو أربعين وثلاثمائة كيلومترا جنوبا، ويسكنها في هذا الزمان
ما بين 25,000 إلى 30,000 من اليهود. وقد ذكر أبو نعيم أن إحدى القرى التابعة لمدينة أصفهان كانت تدعى في ذاك الزمان باليهودية لأنها تختص بسكن اليهود، وإن كان قد سكنها المسلمون من بعد، ولكن بقيت منطقة منها يسكنها اليهود. ولهذا فيكون أكثر أتباع الدجال من اليهود. ومن أسباب ذلك أن من عقائد اليهود أن الدجال هو مسيح اليهود المنتظر، واسمه عندهم المسيح ابن داود، ويسمونه المسياح، ويدعون أنه من نسل داود نبي الله جل وعلا. قالوا يأتي ليقيم لهم دولة اليهود، وقالوا اخرج آخر الزمان فيبلغ سلطانه البر والبحر، وتسير ماه الأنهار، ويرد لهم الملك المزعوم. وقد كذبوا في هذا كله، بل هذا المسيح هو مسيح الضلالة الدجال الكذاب الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما مسيح الهدى فهو عيسى بن مريم عليه السلام كما ذكر في هذا الحديث. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أن عيسى عليه السلام يقول لهم افتحوا الباب، وفي رواية يقول لهم أفرجوا بيني وبين عدو الله. ووراءه الدجال، فإذا رأى الدجال المسيح عيسى بن مريم ذاب كما يذوب الملح، ويفر وينطلق هاربا حتى يدركه الدجال، يدركه بباب لد الشرقي فيقتله عند عقبة أفيق. وباب لد مكان معروف في فلسطين، وقد بنى اليهود فيه في هذه الأزمنة قاعدة عسكرية. نسأل الله جل وعلا أن يطهر أرض فلسطين من هؤلاء الأجناس. فإذا قتل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، إذا قتل الدجال ينهزم عند ذلك اليهود، ولا يبقى شيء مما خلق الله جل وعلا من حجر أو شجر أو غيره، ما يبقى من هذا شيء إذا اختفى وراءه اليهودي إلا نطق وقال يا مسلم هذا يهودي فتعال فاقتله. قال صلى الله عليه وسلم إلا الغرقة فإنها من شجرهم لا تنطق، أي أنها من شجر اليهود فلا تنطق بذلك. ومما ذكره عليه الصلاة والسلام في الحديث أن الدجال يبقى في الأرض أربعين، ولكن اختلفت الروايات في تقييد الأربعين، ففي بعضها تقييدها بأربعين سنة، وفي بعضها تقييدها بأربعين يوما وليلة. وكنت قد ذكرت في أول هذه الخطب عندما سردت حديث الدجال بمهره، ذكرت أنه يلبث 40 سنة، وهي رواية ضعيفة أتراجع عن ذكرها. والصحيح أنه يمكث 40 يوما كما جاء في الصحيحين، اليوم كسنة ويوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة أي كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم، قال عليه الصلاة والسلام. لما سمع الصحابة الكرام فقالوا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنه أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدروا له قدره.
فسبحان الله، ما أشد حرص الصحابة الكرام عليهم الرضوان على الخير وبخاصة على الصلاة، إذ أنهم لما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أن من أيام الدجال ما ليس كسائر الأيام ومنه يوم كقدر سنة، ولا شك أن صلاة يوم أقل بكثير من صلاة سنة، وهمهم رضي الله تعالى عنهم منشغل بالخير ومنشغل بالأخص بالصلاة، فكان أول ما تبادر إلى أذهانهم كيف يؤدون صلاة يوم في صلاة سنة، وهل تبرأ ذمتهم بأن يصلوا يوما واحدا مقابل سنة؟ فبادروا إلى السؤال رضي الله تعالى عنهم، وأجابهم صلى الله عليه وسلم بأن يقدروا للصلاة قدرها، فيصلوا صلاة سنة في ذلك اليوم الذي هو كقدر سنة، ويقدرون لكل صلاة قدر وقتها. فدل هذا الشطر من الحديث على فضل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وهم كما قال ابن مسعود في الحديث الأثري بسند صحيح رواه أحمد، قال فيه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ثم إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أصفاها قلوب الصحابة الكرام، فاختارهم وزراء لنبيه، فهم يزودون ويدافعون عنه رضي الله عنهم. فدل الحديث على فضلهم وعلى حرصهم على الخير وتعظيمهم للصلاة وحرصهم على العلم كذلك، كما أفادنا هذا الحديث، وذلك من شدة حرصهم أفادنا حكم مسألة حادثة في هذه الأزمان، وهو أن بعض المناطق يدوم فيها الليل أياما معدودة، ويدوم فيها النهار أياما معدودة، ولما دخلها الإسلام اختلط الأمر على أهلها كيف يصلون وكيف يصومون، فكان جواب العلماء أخذا من هذا الحديث أن يقدروا للصلاة وقتها بتقدير أقرب البلدان إليهم، وكذلك يقدرون لزمن الإفطار. وبعد أن يقتل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، بعد أن يقتل المسيح الدجال، يكون في هذه الأمة، يكون المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في هذه الأمة حكما عدلا وإماما مقسطا، مصدقا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى منته، فيقاتل الناس على الإسلام، أي على أن يسلموا، ويدق الصليب ويذبح الخنزير وتجمع له الصلاة ويضع الجزية وتترك ويترك الصدقة، فلا يسعى على شاة ولا بعير، وترفع الشحناء والتباغض والتحاسد، ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، وتكون الدعوة واحدة لرب العالمين، أي لا يعبد إلا الله جل وعلا. ثم بعدها يحج المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، يحج بيت الله الحرام، كما روى ذلك مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج، أي بالروحاء، حاجا أو معتمرا، أو ليثنينهما. وهكذا يلبث المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في هذه الأمة على هذه الحال، إلى أن يوحي إليه رب العزة والجلال
بخب أنه قد خرج عباد له أو قد أخرج عبادا لا يستطيع أحد قتالهم وهم يأجوج ومأجوج. وهذه علامة أخرى من العلامات الكبرى للساعة. وعند ذلك يأمر جل وعلا عيسى عليه السلام أن يحرز أمته إلى جبل الطور فيحمي الله تبارك وتعالى هذه الطائفة ويهلك بعد ذلك يأجوج ويأجوج ومأجوج. ويبقى المسيح عيسى عليه السلام 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. وبعدها يبعث الله ريحا طيبة تقبض كل أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان ولا يبقى إلا شرار الناس فعليهم تقوم الساعة كما قال عليه الصلاة والسلام. وبعد موت المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام ففيه هذه العلامات التي ذكرتها والحديث حولها يطول ولا يسعه على مختصر. وإنما حديثنا حول هذه العلامة ألا وهي خروج الدجال. وللحديث بقية بعد حين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن آمن به واهتدى بهداه فليبشر بالجنان. ومن كفر به وتنكب عن هداه فقد باء بالخسران وقد توعده الله بالنيران. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بيّن غاية البيان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي النهى والإرفان وعلى من تبعهم بإحسان. وبعد عباد الله، فلقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث مما يحصل بعد أن يقتل المسيح عيسى بن مريم المسيح الدجال. ذكر عليه الصلاة والسلام أنه يعم الناس الخير الكثير، فإن العصابة أي الجماعة الواحدة تأكل من الرمانة ويستظلون بقحفها، وتكفي اللقحة الواحدة من الإبل 1000 آم أي العدد الكثير من الناس، وتمطر السماء وتنبت الأرض حتى لو هذر على الصفا لنبتت النبتة. ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض، ويجتمع النذر على القطف من العنب فيكفيهم. هذا الخير عباد الله إنما هو من بركات الله جل وعلا ومن نعم الله جل وعلا. فالله على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وله الحكمة البالغة. وقد بين الحديث عباد الله أن سبب هذا الخير ما يكون عليه الناس من الالتزام به لله تعالى وتمسكهم بشريعة ربهم وحرصهم على الخير. كل يحرص على الخير لنفسه ولإخوانه، وأيضا سلامة قلوبهم وصدورهم من الغل والحقد والبغض والكراهية والحسد ونحو ذلك. فلنستفد من هذا عباد الله أن نسعى إلى إصلاح أنفسنا وحملها على الصلاح، وكذا إصلاح غيرنا من ذوينا وأقاربنا بدعوتهم إلى هذا الدين والتمسك به. فإن من أعظم البركات التمسك بدين الله جل وعلا. قال رب العزة والجلال:
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال جل وعلا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وقد كان صلى الله عليه وسلم يسمي على الأكل القليل فيكفي العدد الكثير، وأمر صلى الله عليه وسلم بالتسمية على الطعام حتى يبارك فيه، وذلك فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. والشاهد عباد الله والحاصل من هذا أن هذه الخيرات وهذه البركات إن من أسبابها تمسك الناس بدين الله جل وعلا، وإذا تمسك الناس بدين الله تبارك وتعالى وتقيدوا بشريعته فإن الله جل وعلا يمن عليهم بمثل هذا. ولا يفهمن فاهم وليس بفاهم أن هذا الخير إنما أرجعه الله إلى أن ينزل المسيح عيسى عليه السلام، فليس هذا بمفهوم من الحديث أبدا، وإنما الذي يفهم من الحديث أن نستفيد منه أن مثل هذه الخيرات ومثل هذه البركات تدر علينا ويمن الله عز وجل بها علينا إن كنا على نحو هؤلاء وعلى مثل ما يكون عليه أولئك. فالواجب على المسلمين الرجوع إلى دينهم فيبارك الله جل وعلا لهم في الخيرات. وإن مما يؤيد ذلك حديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل في ستة من أصحابه، أي يأكل في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي واحد فأكله في لقمتين اثنتين. فيا سبحان الله، نبينا عليه الصلاة والسلام وستة من أصحابه ولم يأتوا على إكمال الطعام، فجاء أعرابي فأكله في لقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم. رواه مسلم. لو ذكر اسم الله على الطعام لبارك الله تعالى فيه. فذكر اسم الله جل وعلا والتسمية ونحو ذلك من التمسك بدين الله عز وجل وفعل الخيرات وإتيان الصالحات والبعد على السيئات والمنكرات يبارك الله عز وجل من أجل ذلك للناس في جميع الخيرات، كما قال عز وجل في بيان ضد ذلك ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فما ظهور هذا الفساد إلا من أجل ما اقترفته الأيدي من السيئات والمنكرات. ولو أن الناس قبروا والتزموا بالأعمال الصالحات لبورك لهم في جميع الخيرات، ولأنزل الله عز وجل عليهم من السماء بركات وبركات. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يبارك لنا تبارك وتعالى، وأن يمن علينا من فضله جل وعلا، كما نسأله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يجعل كيد أعداء الدين في نحورهم، كما نسأله جل وعلا أن ينصر عباده المستضعفين في جميع بلاد الأرض إنه سميع قريب مجيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم.
وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.